Hello, how are you, my student? I hope you are all okay. Today we will talk about language essential, page 87, question tags. Question tags, الأسئلة الذيلية. Okay. Question tag, we use question tags for some things. For example, question tags are short questions placed at end of the statement to stress an idea. الكويشن تاج هي أسئلة قصيرة إحنا بنستخدمها للتجديد أو تثبيت فكرة معينة، لإثبات فكرة معينة، يعني إحنا بدنا نشدد على هاي الفكرة، بدنا نحسس اللي بنحكي معه إنه هاي الفكرة مهمة، فبنستخدم الكويشن تاجز. After statement يعني بعد الجملة المثبتة أو بعد الجملة العادية، في حالتها العادية أنا بحط question tag لأنه هو سؤال ذيلي. السؤال ذيلي المقصود فيه أنه بيجي في نهاية الجملة، بعد ما أحكي جملتي بعمل لها سؤال لي to firm it، لتأكيد عليها. Okay. Also we use question tag when we are not sure about something، لما نكون مش متأكدين من إشي معين and want to confirm it، بدنا نتأكد منه، نحكي المعلومة اللي عنا وبنحط بآخرها question tag عشان نعمل مثل تثبيت أو تأكيد للمعلومة بصيغة السؤال. Okay, we use question tags also when we expect others to agree with what we are saying. لما احنا بنتوقع انه انا عم بعطيك معلومة وبتوقع منك، او عم بعطيك جملة بحكي لك جملة وبتوقع منك انك اتأكدها معي او توافقني بهاي الجملة. For example, it is a wonderful lesson. It is a wonderful lesson, isn't it? كأني بحكي لك هو درس، مثلا هذا الدرس رائع، هذا الدرس جميل، صح؟ أليس كذلك؟ هاي الـ isn't it اللي هي لما أنا باجي بحكي لك to confirm it، أنا بدي أثبت المعلومة فباجي بحكي isn't it، أليس كذلك؟ أو أنا بستنى منك إنك أنت تعطيني نفس ردة الفعل إنه آه والله مزبوط، الدرس مثلا جميل، الدرس رائع، isn't it، أليس كذلك؟ كمان باجي بحكي لك they are for example they aren't coming today بحط كما وبحكي لك are they question mark they aren't coming today are they هم ما رح يجوا اليوم، هم لا ما رح يجوا اليوم، أليس كذلك؟ طلع أنا شو عملت هون؟ شوفوا الجملتين، لاحظوا الفرق بين الجملتين. الجملة الأولى كانت عندي مثبتة affirmative it is، ما عندي not، جيت أنا هون شو عملت؟ نفيت isn't. أوكي الجملة الثانية بالعكس they aren't، أنا عندي هون نفي، هون شو عملت؟ أثبتت are they. معناته أول نقطة بدنا نعرفها ومهمة جدا في الكويشن تاج إنه if the statement is affirmative the question tag is negative is if، هاي مهمة النقطة، keep it in your mind، if the statement is affirmative يعني مثبتة، okay the question tag إيش ماله؟ إيش لازم يكون؟ the question tag is negative يعني عكس بعض، the question tag is negative لازم يكون منفي والعكس صحيح and vice versa اللي هو العكس صحيح، إذا كانت منفية بدها تكون مثبتة وإذا كانت مثبتة بدها تكون منفية، يعني أنا عندي العلاقة عكسية، جملة مثبتة بنفي سؤالها، جملة منفية بثبت سؤالها، ماشي يا سابع؟ أوكي معناته أنا عندي جملة
بدي أعمل للجملة سؤال يكون يناسب التنس تاعها، لازم السؤال يكون بناسب الزمن تاع الجملة. نشوف كيف. مثلا جينا حكينا جملة هي كان do what I asked him. هاي جملة. هلأ أنا أول إشي بدي أدور عليه auxiliary verb، أول شيء بدي إياه يكون موجود معي auxiliary verb. فأنا عندي هون كان، معناته فورا بروح على تكملة الجملة وبدي أعمل question tag لهاي الجملة. هي كان، الكان عندي affirmative راح أعملها negative، بتصير can't. هلأ can't والبرونام can't he، وبحط الكوستشن. معناته لما بدي أعمل جملة في عندي قاعدة مهمة، أنا بدي كيف بعمل الجملة، أنا من هون بطلع كيف بعمل الجملة، من هون بختار الجرامر أو القاعدة تاتي الرول تاتي الفورم of the rule اللي هو بدي auxiliary verb and auxiliary verb and auxiliary verb plus pronoun، يعني بدي ضمير وقبله فعل مساعد. الفعل المساعد هاد شو ماله؟ لازم يكون suitable the statement of sentence، لحالة الجملة لازم يكون مناسب للزمن تاع الجملة. أوكي؟ اوكي. كمان لو جينا قلنا انا عندي جملة، ناخد اكتر من جملة ونحكي كل جملة شو زمنها. اوكي، خلينا ناخد مثلا she bought some really nice things. She bought some really nice things. Okay. هل عندي bought verb to، يعني simple past. كيف بنفي بالsimple past؟ هاي الجملة مالها؟ هاي الجملة مثبتة. هاي جملة مثبتة. She bought some really nice things. باجي بدي أعمل لهاي الجملة question tag. شو بختار لها؟ بما انها هي ماضي ومثبت، اول شيء راح اعمله راح اختار الاوكسيلري فيرب المناسب للسيمبل باست. احنا بنعرف انه بنعمل سؤال ونفي بالسيمبل باست باستخدام الديد. راح اجي احط هون ديد، وهون عندي هي افيرماتيف راح اعملها نيجاتيف، حتصير didn't. والبرنام عندي شيء بنزله didn't شيء، وبحط لي كوستشن مارك. واضح يا سابع؟ معناته أنا بختار الأوكسيلري فيرب المناسب. هلأ مين اللي ما عندي فيه أوكسيلري فيرب وأنا بدي أجيب له؟ اللي هو السيمبل باست والسيمبل بريزنت. ناخد جملة على السيمبل بريزنت. لو جينا قلنا أحمد likes apples. أحمد likes apples، وبدي أعملها جملة. هلأ هاي الجملة مثبتة صح، وهي verb one، وأنا بعمل سؤال ونفي لل verb one اللي هي simple present، اللي هي simple present. كيف بعملها؟ بعملها عن طريق الverb to do اللي هي بدي استخدم هون انا شو don't و doesn't. بما انه احمد singular رح ناخد doesn't، والاحمد من شو الضمير اللي بعود على احمد؟ هي doesn't هي بتصير جملتي احمد likes apple doesn't هي. اوكي يا سابع، باقي التنسز اصلا بيكون الاوكسيلري فيرب عندي موجود. اوكي، مثل شو؟ مثل لو جينا حكينا we aren't going
to visit. We aren't going to visit our uncle. Okay. شو بدها تصير؟ بدها تصير أنا عندي aren't منفية. Okay. منفية. باجي بثبتها. بحط are we. وخلصت جملتي. معناته أهم شيء المهم عندي بالأكزيلري بالquestion tag شغلتين اللي هم إني أختار أولاً اختيار زمن الجملة معرفته يعني معرفة زمن الجملة لاختيار فعل مساعد مناسب إن لم يكن موجودا. أوكي. نمبر تو إني أرتب القاعدة بشكلها الصحيح. يعني أنا باجي بحط بعد ما أختار الأوكزيلري فيرب هاي عندي هون الستيتمنت العادية بعد الكما بدي أختار أن أوكزيلري أن أوكزيلري اللي هو فعل مساعد. طبعا إحنا ممكن أنت تحكي عنه هيلبينج فيرب. أوكي. نستخدم كمان كلمة هيلبينج فيرب بلس برونون. والبرونون من وين بختاره؟ بختاره من الجملة الأساسية. أوكي يا سابع. ماشي يا سابع. هون عندي يا سابع بيج 87 عندي الدرس I hope you are studying the lesson carefully and do exercise A. Okay, do exercise A. Just exercise A. Okay, goodbye.